صدمت إيرفين بالطبع وسألت لماذا كان يلمس شعرها. شرح إنه كان يصححه فقط وتركها تقف هناك دون أن تتحرك. قالت إيرفين إنها لا تحتاج إلى فعل ذلك ويمكنها أن تفعل ذلك بنفسها. لم تفهم ما الذي يحدث لأن موقفه العدائي تجاه إيرفين كان واضحا تماما في الرواية، والآن هو يتصرف بلطف شديد تجاهها لدرجة كبيرة لمجرد اللعب أمام الجمهور. كانت ستسأله عن ذلك بعد انتهاء المهرجان، ومع حلول الليل كان المهرجان يقترب من نهايته. أمضت إيرفين الوقت مع جميع النبلاء ولم يستطع أي منهم المغادرة، وحتى بكي بعضهم. حتى الإمبراطور نفسه قال إنه خسارة إن شخصا جميلا وموهوبا مثلها لم يشارك بشكل خاص في مناسبات المجتمع الراقي، وأراد إجابة. هل ستحضر المناسبات من الآن فصاعدا؟ قالت إيرفين إنها ليست نشطة في المجتمع الراقي ولا تعتقد إنها يجب أن تبدأ، لكن الإمبراطور ظل يصر على إنها يجب أن تبدأ. قرر الدوق الدفاع عن إيرفين لكنها لم تعرف أحدا هنا، وحتى لو حضرت الحفل فقد تشعر بعدم الارتياح لأنها لم تكن معتادة على ذلك. لهذا السبب لا يريد الضغط على زوجته إذ لم ترغب في الحضور. وفي نفس اللحظة ظهر الدوق سيل وأخبر الدوق ألا يقلق لأنه سيتولى مهمة تعريف إيرفين بالآخرين ولا يمكن على المرء أن يقلق. أخبر الإمبراطور نفسه أن يعتني بشؤونه الخاصة لأنه ليس زوج إيرفين، لكن الدوق اعتذر قائلا أنه كان مجرد استشارة لبيرفين لأنه يبدو غير مدرك للموقف. بدأ يخبر إيرفين كم عدد النبلاء الذين كانوا قلقين عليها، وبعد كل شيء وبصفتها ظهرت فيرما لم تظهر أبدا في المجتمع الراقي، لذلك هو أيضا يرغب في رؤية وجهها الرائع والاستماع إلى ذلك الغناء الجميل مرة أخرى. بدأت إيرفين تقول إنها لا تريد ذلك، لكن الدوق بدأ يلف ذراعه حولها ويقول إن الإمبراطور قد أمرها بالدخول إلى المجتمع الراقي ولا تستطيع الرفض. لم يكن بيرفين صبورا، هل ستستمر في المشاهدة سرعان ما ألقي بيد سيل بعيدا قبل أن تلمس زوجته؟ بدأ الدوق يغضب قائلا إن بيرفين ليس له الحق في لمسه، وبالطبع اعتذر عن جهله في إبعاد زوجته وقال إنه رأى بعض الحشرات المزعجة بالقرب من يد سيل لم يستطع تجاهلها. وافق بيرفين على حضور حفل رقص في الأسبوع المقبل مع إيرفين لإرضاء الإمبراطور. بعد مغادرة الجميع أرادت إيرفين معرفة رأي بيرفين الصادق في أدائها. أخبرها بيرفين إن غنائها كان جيدا وإن تدريبها الذي استمر 4 سنوات قد أتى ثماره، ومع ذلك أضاف تعليقا سلبيا مفاده إن صوتها لم يطغى على صوت البيانو. حتى بيرفين فوجئ بمقاله حيث لم يفكر في الأمر بهذه الطريقة من قبل. يبدو إن لديه عادة في قول أشياء لا يفكر فيها مليا. غضبت إيرفين كثيرا بهذا الرأي لأنها كانت تفكر بشكل مختلف تماما، واعترفت بأن تصرفاتها على مدار السنوات 4 الماضية كانت سيئة للغاية، لكنها كانت مسرورة بحقيقة شعورها بالوحدة الشديدة في غربتها. سألت بيرفين هل يتفهم حقا مثل هذه المشاعر؟ أدرك أنها تتمنى غفرانه، لكن الدوق قال إن الناس لا يمكنهم التغيير بين عشية وضحاها، والحقيقة أنه أراد حقا أن يصدقها. لقد اعتقد أنه أظهر صدقه وإنها ستقبله في النهاية، لكنه قال إنه انتظر بصبر لمدة 4 سنوات حتى تصل مشاعره إلى قلبها، لكن هذا لم يحدث أبدا. بصراحة كان عداء إيرفين قد يؤذيه طوال الوقت، ومع ذلك كان يريد أن يصدق أفعالها هذه المرة. كانت صادقة بالفعل، لكنه قال إنه حتى الآن يعتقد إنها مجرد تمثيل. لقد غضبت إيرفين حقا من اعتقاده بذلك، لكنها قالت إنها تفهم وإنه لم يكن من السهل عليه أن يغير رأيه بشأنها فجأة. وبينما كانت على وشك المغادرة قالت إنها ممتنة لبيرفين على هذا اليوم بغض النظر عن أي شيء، وقالت تصبح على خير. تمنى بيرفين ألا تتركه بسهولة، تمنى لو إنها فعلت العكس، وتمنى ألا تغادر. هكذا أرادها أن تتمسك به بقوة أكبر. سألته لماذا كان متوترا جدا عندما يكون وحيدا معها ويتصرف بمودة في الأماكن العامة، على الرغم من أن بيرفين لم يستطع قول كل شيء إلا أنه لحق بزوجته وطلب ألا يذهب، وإيرفين ألا تتركه وحده. لم تكن الفتاة تملك أي فكرة عما يفكر فيه زوجها، ففي النهاية كان باردا جدا حتى الآن.
في البداية لم تكن ستذهب إلى أي مكان. قال بيرفن بصدق إنه استمع إلى أغنيتها بعناية وتوقع الإخلاص الذي وضعته في الأداء. تذكرت إيرفين إنه لم يمض وقت طويل على قوله إنه مجرد أداء مرح. لم يعرف بيرفن كيف يبرر نفسه عنها، فقد خرج الأمر للتو من لسانه، لكنه كان يفكر بخلاف ذلك. قال إنه لا يستطيع تجاهل حقيقة إن إيرفين تبذل كل جهدها في الأداء، لكنها كانت بالفعل في مزاج سيء بسبب الموقف الذي حدث قبل ذلك بقليل. وبعد كل شيء كان على بيرفين أن يكون صادقا معها منذ البداية بدلا من صنع الدراما. قالت إنه سيكون من الأفضل لو أثبت ذلك بأفعاله. لاحظت أيضا إنه كان شديد العاطفة تجاهها عندما كانوا في الأماكن العامة، لكن عندما كانوا وحدهما كان لا يتصرف كذلك، ثم قرر أن يتصرف على الفور. وبه بيرفين إيرفين على تفاخرها ثم تحدث عن صدقها. على الرغم من أنها كانت بالفعل في غرفتها في المساء، كانت تحاول معرفة ما إذا كانت جهودها قد أتت ثمارها أم لا، وماذا يعتقد بها. إذ لم يفتح بيرفين قلبه لها فستقتل في النهاية. بالتفكير في الأمر حتى إنها بكت قليلا، ولكن فجأة دخل شخص إلى الغرفة. كانت السيدة تيلي، وقالت إن إيرفين كانت تكشف فستانها كثيرا، لذلك عرضت عليها مساعدتها في الزي. بعد فترة تمكنوا أخيرا من خلع ذلك الفستان الرائع، ومع ذلك شعرت إيرفين بتحسن كبير. قررت مدام تيلي أن تسأل عما يعتقد بيرفين في غناء إيرفين، وافترضت أنه كان مسرورا جدا، لكنها قررت أن تخبر السيدة أنه قال سابقا أن كل شيء كان عرضا، حتى قال أن هذا على الأرجح ليس ما قصده الدوق، إنه رجل صريح لذا تميل كلماته إلى أن تكون قاسية جدا. لم تكن إيرفين تعرف، لكنها قررت أخيرا أن تحصل على قسم من الراحة بالفعل. وقبل أن تفعل ذلك قررت المشي إلى الحديقة للاستمتاع بنسيم المساء الدافئ. في هذه الأثناء كان بيرفين جالسا في مكتبه، وكان ببساطة مصدوما مما حدث. أرادت إيرفين منه أن يثبت كلامه بأفعاله، لذلك أظهر مشاعره الصادقة، لكنه الآن يحاول معرفة سبب قوله مثل هذه الكلمات القاسية لها عندما لم يكن يقصدها. لأنه كان من الأفضل له أن يظل صامتا، كان يحاول معرفة سبب استمرار إيذائها. إيرفين دون أن تريد كانت زوجة جميلة بشكل لا يصدق. في كل مرة كان يحاول فيها أن يظل هادئا ويخبرها أنه لا ينبغي أن تتوقع أي شيء منه، لكنها ستظل تعتز به بعد كل هذا الوقت. فتح بيرفين النافذة للحصول على بعض الهواء النقي وتبريد ذهنه، ومع ذلك مباشرة من النافذة سقط عليه منظر لإيرفين وهي جالسة في الكشك تسأل على الفور عما كانت تفعله هناك. في هذه الأثناء نظرت إيرفين حولها للتأكد من عدم وجود أحد حولها، ثم خلعت حذائها ورفعت قدميها على الطاولة. كان بيرفين يراقبها طوال هذا الوقت بالطبع. رؤية هذا الأمر لم يدرك ما كانت تفعله في الحديقة، ولكنه قرر الاستمرار في المشاهدة على الرغم من إحراجه. قامت إيرفين بتدليك ساقها لأنها كانت تبدو منتفخة، حيث كان زوجها يحاول في الوقت نفسه اتخاذ قرارات مهمة كان يعلم أنه لا ينبغي أن يتلصص عليها حتى لو كانت زوجته. لكن بعد أن ابتعد بعد ثواني قليلة ألقي نظرة من النافذة مرة أخرى. كانت إيرفين لا تزال جالسة هناك، وكانت جميلة بشكل خاص على هذا النحو. احمر خجلا بيرفين أكثر من ذلك، وصدر عن طريق الخطأ صوتا هادئا من الإحراج. وفي تلك اللحظة سمعت إيرفين ونظرت إلى نافذته، لكنها لم ترى شيئا في هذه الأثناء. جاءت إليها السيدة تيلي وحملت شوكولاتة ساخنة بالإضافة إلى بعض الحلويات. كان بيرفين يجلس على الأرض بالقرب من النافذة لأنه تمكن من الاختباء في الوقت المناسب، لكنه استمر في الإحراج وكان قلبه ينبض بسرعة كبيرة. أيقظت مدام تيلي إيان في الليل، ولم تفهم الفتاة سبب الظلام الدامس بالخارج، مما يعني أن الصباح لم يأتي بعد. لكن المرأة تذكرت أنهم اتفقوا الليلة الماضية على أن إيان ستودع الدوق في كل مرة تتوجه فيها إلى القصر الإمبراطوري من هذا اليوم فصاعدا. كل ذلك لأن إيان بحاجة إلى الاستمرار في فعل كل ما تريده، وسرعان ما ستكون مشاعر بيرفين هي نفسها مشاعرها. هذا بالضبط ما نصحت به مدام تيلي. لقد مضت 4 سنوات منذ أن تزوجت إيان من الدوق، وستضطر إلى مواجهة سخرية السيلا وبيرفين حتى يوم وفاتها. لتجنب ذلك تحتاج إلى تحسين علاقتها معه في أقرب وقت ممكن. اعتقدت إيان أن صدقها لن يكون كافيا،
لذلك نصحتها مدام تيلي بطريقة جيدة يمكن أن تساعدها، لذلك بمجرد استيقاظها بدأت تستعد لقضاء اليوم معه، وكذلك اختيار اكسسوارات لزوجها التي يضعها على أزرار قميصه. شككت إيان في أنه سيكون من الصواب لها اختيارها بدلا منه، لكن مدام تيلي أصرت على ذلك بعد كل شيء، إذا فعلت ذلك ستكون مناسبة خاصة للدوق. سألت إيان كيف سؤثر ذلك على الوضع بينهما، وفسرت مدام تيلي أن حقيقة اختياره لأزرار الأكمام هي علامة تقدير، ويمكنك بدء محادثة معه ومعرفة ما إذا كانت الأذواق متشابهة حتى يتأكد من أن هذا الزواج لا يزال يمكنك تسويتها. علاوة على ذلك، إذا نجحت الأمور فقد تحمل إيان أيضا، وهو أمر طبيعي بالنسبة للزوجين، بالإضافة إلى أن هذا الزواج على وشك أن يبلغ 5 سنوات، ومن المعتاد في عائلة كارل أن يكون لها وريث في وقت أقل. كانت إيان متأكدة من أن هذا لا يخصها، لكن حتى شيوخ العائلة كانوا متحمسين للتغيير المفاجئ، وكانت عائلة كارل بأكملها تنتظر بفارغ الصبر لإنجاب وريث. أدركت إيان أنه إذا لم تتعايش مع زوجها فستموت، وكان الأمر متروكا لها لتصحيح الأمور، ولكن عن إعطاؤه مظهرا كان شيئا وعدت بيرفن بأنها لن تفعله، وكان من الأهم إصلاح علاقتها المتدهورة معه بدلا من التركيز على إنجاب وريث. إذن عن الوقت الذي استيقظ فيه زوجها وذهبت إلى غرفته لاختيار ملابسه، دخلت غرفته أخيرا بمفردها، وكان الحارس الذي يقف بالقرب منها مضطربا قليلا، لكن مدام تيلي كانت قد فكرت في كل شيء، وهناك كانت متأكدة من أن إيان لن تدرك ما يعنيه اختيار أزرار الأكمام وستتفاجأ جدا. في هذه الأثناء كانت إيان تبحث عن بيرفن في الغرفة الفسيحة الكبيرة، حتى أنها صرخت عليه ليأتي إلى الأمام، لكن الغرفة كانت صامتة تماما. لاحظت إيان أن غرفته كانت متواضعة جدا، لأنه أعطى غرفة النوم الرئيسية لإيان لتجنب المشاكل، لكنها لم تفكر أبدا في أنه سيخدعها وينام هنا طوال تلك السنوات الأربع. سكت بالأوراق الموجودة على الطاولة عن طريق الخطأ وسقطت، لذلك بدأت تلتقطها دون أن تلاحظ أن بيرفن قد وصل بالفعل. أدركت أن هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها إلى هنا لرؤيته، وحدقت إيان فيه للحظة، نسيت الإجابة على سؤاله. سألها لماذا أنت وهل تحتاجي حقا إلى أي شيء؟ لقد نسيت إيان تماما سبب مجيئها، لأن الضوء كان يقترب منها ببطء شديد وأحمر خجلا شديدا من الإحراج، وحاولت تغطية عيناها لتجنب النظر، ولكن اهتمامها كان لا يزال أقوى. قال بيرفن إنها غزت مساحته الشخصية دون سابق إنذار وهي الآن بجانبه. بدأت إيان تبرر إنها جاءت فقط لاختيار أزرار قميصه، بالطبع كان أكثر دهشة، وسأل عما إذا كانت تعرف ماذا يعني ذلك. لم تفهم إيان حقا، لأن مدام تيلي لم تخبرها بذلك. أخبرها بيرفن بأن هذا لا يقوم به الخدم عادة، وأن اختيار أزرار الأكمام يعود إلى تقاليد العائلة. لقد سأمت إيان بما فيه الكفاية، لذلك طلبت منه ببساطة أن يخبرها بما يعنيه. نظر إليها بيرفن بابتسامة راضية للغاية، اعتقدت إيان أنه يتلاعب بها، لكنها بدأت تفهم الموقف أخيرا. وبعد كل شيء كان من المفترض أن تمنحه وريثا، لم يكن ليجعلها تفعل شيئا لا تريده. لقد فعل ذلك فقط لأنه كان غاضبا جدا من نفسه، لأنه كان مؤذيا للغاية معها طوال الوقت. لكن إيان لم تكن تصدقه حقا، لذلك قالت إنها ستغادر الغرفة الآن. أمسكها بيرفن من يديها وأخبرها أن تنتظر، واعترف بأنه كان مخطئا حقا، وأنه نادم جدا على كل شيء فعله لها، وأخبرها أيضا أنه يحبها حقا. وصلت سخريته منها، لكن الأمر لم يكن مضحكا على الإطلاق. في هذه الأثناء نظرت إليه إيان، شعرت إيان بالمرح من مدى توتره، لذلك استمرت على هذا النحو. ابتعدت إيان في البداية، ولكن في هذه الأثناء كان مساعده ألفريد والسيدة تيلي يقفان بالقرب من الباب، وكان المساعد قلقا جدا لأن الدوق قد غاب لفترة طويلة جدا. كان الوقت بالفعل الساعة 8:30، وإذا لم يخرج الآن فسيتم التعرف عليهما. وكانت مدام تيلي على العكس مسرورة للغاية، ولكن فجأة قال ألفريد إنه لا يمكنهم إضاعة لحظة، لذلك سيدخل وينادي، لكن مدام تيلي لن تسمح بذلك. أمسكته من اليقظة وأخبرته إن ألفريد فقد عقله تماما، ولا يمكنك حتى الترك على ذلك الباب الآن. لا يزال ألفريد لا يفهم سبب استغراق الدوق ضعف الوقت المعتاد للاستعداد، وأراد التأكد من أن كل شيء على ما يرام، لذلك أوضحت له مدام تيلي أن الدوق وزوجته كانا شخصين فقط الآن، لذلك لا داعي للاقتحام.
أدرك المساعد أنه كانت تساعده في اختيار أزرار الأكمام، لكن هذا لا يستغرق سوى دقيقتين. نظرت إليه مدام تيلي بخيبة أمل، مدركة أنه لا يزال لديه الكثير ليتعلمه. لقد جاف بيرفن تماما الآن، فسأل عما إذا كانت إيان راضية، وكانت لا تزال تشعر بالحرج ولا تستطيع النظر إليه بالتفكير في الأمر. كان الدوق يشع بالثقة، حتى أنه كان يرتدي منشفة فقط. قالت إيان إنها ستغادر، وكانت أحداث هذا الصباح مرهقة لها، لكن بيرفن أمسك بيدها ليوقفها وذكرها بأنها موجودة هنا ويجب أن تساعده في اختيار الملابس. قالت إيان إن الخدم يمكنهم التعامل مع هذا الأمر، وإذا كان الأمر يتعلق بتقليد مرتبط بإنجاب وريث فليس هذا شأنهم. قرر بيرفن أن يجيب بصدق إن المهم ليس التقليد، وإنه يريد فقط من إيان أن تفعل ذلك من أجله بغض النظر عن أي شيء، ولم يكن يمزح على الإطلاق. لقد كان جادا تماما، لذلك طلب منها أن تفعل ذلك بالضبط. على الرغم من إحراجها، وافقت إيان بالتأكيد على اختيار ملابسه والرحيل، وهكذا توجهت إلى الخزانة لاختيار شيء. بمجرد أن وجدت القميص استدارت لتقدمه لبيرفن، لكن المنشفة فجأة سقطت منه مباشرة على الأرض. صرخت إيان خوفا، لكن لحسن الحظ كان زوجها يرتدي نصف ملابسه بالفعل ويرتدي بنطالا، ثم رأى رد فعلها وأدرك أنها كانت خائفة حقا. كانت تتوقع شيئا أكثر، وأصبح الأمر مضحكا للغاية. ثم طلب منها بعد ذلك أن تختار له أزرار الأكمام بينما يرتدي قميصه. تذكرت إيان أن مدام تيلي قالت أن تستغل الفرصة لإجراء محادثة من القلب إلى القلب، لذلك بينما اختارت إيان أزرار للأكمام فكرت في ما ستقول له. كان الأمر صعبا حقا، لأنه كان يأخذ مزاحها بجدية دائما، ولم يكن الوضع مناسبا، لذلك لم تكن تعرف كيف تتعامل معه. لقد اقتربت منه للتو وبدأت في وضعه عليه أملأ القلب الأحمر. رأى بيرفن ذلك وسأل عما إذا كانت قد اختارتها لأي سبب خاص. قالت إيان أنها تريد فقط أن يتعايشا في المستقبل وينهي الحرب بينهما ويبدأ الزواج كزوجين سعيدين. فوجئ بيرفن حقا عندما وصفتهما بالزوجين السعيدين. كان غريبا أن يسمع شيئا كهذا من إيان، ولكنه أدرك أنه كان لطيفا جدا، بالإضافة إلى أنها كانت تبذل الكثير من الجهد في الآونة الأخيرة، لذلك كان سعيدا ووعد ببذل المزيد من الجهد. لقد فوجئت إيان، ولكن بعد ذلك سررت أيضا. في الوقت الحالي يمكنهما حقا محاولة تحسين علاقتهما معا. في هذه الأثناء كانت مدام تيلي تتجادل مع ألفريد. كانت متأكدة من أن الدوق والدوقة يقتربان الآن، ولكن المساعد لم يصدق ذلك على الإطلاق. ثم تحدثت بشغف كيف سمعت سرارهم يصدر صوتا مزعجا من الصباح، ولا يمكن أن يعي شيئا واحد. بالصدفة سمع الدوق هذه الكلمات وهو يغادر الغرفة مع إيان، لذلك جعلت مدام تيلي وألفريد يشعران بعدم الارتياح لأنهما يناقشانه. قررت إيان أن تودع زوجها وهو يغادر للعمل وتتمنى له يوما سعيدا في العمل. في البداية لم يكن هناك أي مشاعر على وجهه على الإطلاق، وظل صامتا، لكن بتذكر محادثتهما هذا الصباح قال بابتسامة على وجهه إنه يرغب في تناول العشاء مع إيان الليلة.